يرحم جميع المسلمين يا رب. انا بغيت يا ربي يبين الحق، انا بغيت الله يبين الحق في مقارب يا ربي، في مقارب يا ربي، في مقارب الزيد. دابا خويا غادي يدفن، دابا يا ربي يا ربي دفنوا يا ربي، وتسهل عليه وخليه يموت، واش غفر لي واش غفر لجميع المسلمين. علاش تجي عصابه ويقتلوه ويضربوه فيه بالمضاوات وهادي ويتلع مسكين في البحر؟ قال لي خويا مخيم مسكين غادي يكب الخضره. قال لي يلا معايا زكريا. قلت له لا انا راه خدام كنبيع ونشري خويا، ما غاديش نمشي. ديك الليله الصباح جيب سلاح طيشه، قالوا لي راه شنو وقع شنو وقع لي. في الاول جا عندي واحد السيد قال لي راه حمزه راه تبعوه، راه تبعوه، كان مخيم في البحر تبعوه شي وحدين تناقرو ما تناقرو على شي حاجه بسيطه. دابز مع واحد جات عصابه ما عرفناش منين جات كاع، وانا ما كنتش اختي يكون كنتش انايا غادي تكون حاجه اخرى، كون مت انا وما عنديش ما مشكل. كذب عليك فوني كون مشيت مع خويا ما انا ندمت، كون مشيت معاك كون مت انا وياه. كذب عليكم واش نقول لكم شي حاجه كذوب. يلا معايا خويا. قلت له لا عندي السلاح خويا. الصباح تيجي عندي الدري تيقول لي راه وقع واحد النقاش مع واحد. انا ودي تسمع اسمع، واحد دابز مع ابوه ولد لا ماما. انا سمعت، انا ما سمعتش، ما كنتش حاضر غير كنسمع. مشى جاب كليكه ديال عباد الله، جناوه وسيوفه وكلاب وكلشي. سمعتي انا خوتي كلاب وجناوه هادشي اللي سمعت انا. تنطالبوا بهادشي، انا بغيت نعرف يا خويا شكون اللي قتلو. هادشي اللي بغيت نعرف، الله يرحم ليكم الوالدين. سمعنا يعني في من اللي كان في البحر يعني كيتوسل ليهم وكيطلبهم وكيترجاهم وبدون شفقه وبدون خويا. كان يسلم يخلص النار واحد الدري يخلص النار. هادي كنا نمشي زدبحوني باه جمع مراضية بطيب بطيب الله. الدراري دري احترموا لادحوم. شوف الدراري دري واش العمر اي واحد طايش، اي واحد كيلعب، اي واحد على بالك الدراري راه باقي صغار ماشي كبير المهم كيحتارم. عمره ما ادى شي واحد غيكون واصل ما هادي ودحوم ما كيحني راسه والله عنده 18 قسمت لكم فمي بالله والله ما كيظلم شي واحد. هذا السيد هذا والله يغسلني بهاد الماء هو والله يغسلني به دابا. كانوا هما جوج، كانوا جوج دابز مع جوج شويه جاو سته تبلو ثمانيه. هو من خاف صحابو هربوا من خاف تمهار بالليل وبقى مخبي في الحجر تاعو على ربو مخبي. واحد فيهم دوا بالبيل ويشوف من شافو قال لهم ها هو يمكن ماما دار شافهم خاف منهم ويتلح للماء. قال لهم ما تتلح منا كل واحد قاعد يعرف يعوم باللي ما يتلح للماء ما يبقاش يتلح له. قالوا واحد تلح هما ما قدرش يهبطوا عندي للماء. داكشي اللي هو الحال ديالو هو بان من تلح للماء قال ما تبعونيش. واحد لحظه الصياد تيقول له هاك القصبه طلع تيهز عينو تيبانوا له العديان شناهو. واحد فيهم تيقول ضرهم له، واحد تيقول لهم خليه يموت. الدري ما لقاش الجد تلح له القصبه المره الاولى. الصياد ما بغاش يشدها المره الثانيه ما بغاش يشدها المرة الأخرى كان بغى يشد في القصبة. تم الدري جابدو قربوا حتى الحجر ضربوا الموجة الأولى قربوا عاود المرة الثانية قلبوا المرة الثالثة من قربوا الدري كان عجبدو حيا رجع الله ورعيا. قال الصياد اللي حيا قصبة من اللي حرق القصبة الدري طلع دابا الدري من طلع جاو الغد جاو البوليس جاو داو الدري كان عجبدو هو مشدود كان عجبدو كان بغى يعتقو. هذا هو الحق اللي قالنا ذاك الدري كان عجبدو هو الحق اللي قال لنا. بغينا نعرفوا احنا علاش الدري الا واحد كان واحد ديرو مات بلا موس بلا والو شدوه كاع يضربوه بلا موس. هو كيتوصل ليهم وتيطلبهم وتيترجاهم زعما منين شاف تقلب مسكين راه لهذاك الاتجاه قام مخبي خاف منهم حنا الدراري هو كبر منه خاف منهم وفي الاخر وقع له هادشي هذا. حنا حاليا دابا بقى ما فهمنا والو. حنا جينا كشي بحال الحلم وديك الدري تهضر معاه تقول له تدخل للدار اي واحد
انا خالو اي واحد شي اي واحد شي يقول له من الحومه تهضر معاه تتصنت له. حاليا دابا حنا مازال ما فهمناش هادشي مازال ما فهمناش. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.